تعال شوف كيف الدجاج كيف صاير ما شاء الله تبارك الله. توابل الدجاج والملح زيت زيتون ونخلط المكونات نتبل الدجاج من داخل ومن برا وننزل الدجاج على الصيخ ندين الدجاج على الصيخ وعلى الشوايه ونخليه بهذه الطريقه من ساعه الى ساعه ونص. وفي هذه الاثناء منضبط العيش. في البدايه ننزل السمن بصل ونحمس نحمس جزر ونحمس نحمس بهارات صحيحة وبعد نحمس نحمس طماط ونحمس نحمس نضيف الماي ونوزن الملح بعد ما فاح الماي ننزل العيش وصار شكله بهذه الطريقة. نسكر عليه ربع ساعة على نار هادئة سمن وجزر ونحمس نحمس ننزل الزبيب ونحمس نحمس بعد ما جهز الحشو وننزله على العيش. إن شاء الله نرفع الحشو وجهز الحبيب ننزل الحشو وهذا شكل النهائي ما شاء الله تبارك الله. تعال شوف كيف متبتل الحبيب very very nice.